والفضيلة والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتسلم الجائزة من لدن سمويكم الكريم. بن عبد العزيز بن النحت المواطن المعظم حضرات أصحاب سمو الملكي الأمراء صاحب سمو الملكي رئيس الهيئة الموقرة لجائزة الملك عفيف العالمية حضرات أصحاب المعالي والسماحة والفضيلة والسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تسليك الكلمات لأعبر بها عن مشاعر الحمد والشكر للمولى سبحانه الذي قدر لي إشراق الملوك أمام هذا المجلس الموقر بهذا اليوم السعيد من أيام حياتي والمناسبة الكريمة التي كانت سبب ذلك، وكذلك لتعبير عن شكري العميق بهيئة الموقرة لجائزة الملك فيصل العالمية التي تكرمت فهبت من جائزة هذا العام للخدمات الإسلامية بالاشتراك مع أخي سماحة العلامة السيد أبو الحسن الحسني الندوي الذي هو في محل ودي والتوفير منا جميعا. وما كنت في الواقع أتوقع تقييمي لمثل هذه الجائزة الرفيعة، وما أنا إلا جندي عالي من جنود الإسلام، وكل ما أديت من واجب في هذا النظام لا يمكن اعتباره من إنجاز وحدي، بل إنه عمل جماعي شاركني في إنجازه نفاق عمل من الإخوة الذين شاركوني الأحداث المتطلعات والمسؤولية المشتركة. جيرانك فإنني حين أتقبل هذا الشرف الرفيع فإنني أتقبل به مفرورا بالشكر العميق بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جثتي زملاء العمل الإسلامي، سواء منهم الذي وصفوني أو الذين ما زالوا على السبت يواصلون معنا المسيرة في القيام بأداء وحمل أمانة الرسالة الثانية. جيرة فإنني أتقبل هذا الشريف هذا التشريف وأنا مطمئن الإحساس بالإنضباط بهم حيثما كانوا وأينما كانوا كانوا أهلين. ولا يكمن أهل الإخوة أن يمر هذا الحادث الهام دون أن ترجم ذكرى العين لعالم الإسلام العظيم التي خلت بالجائزة ذكراه العظيمة، ذلك الرجل الذي أحيى تضامن الإسلامية، ذلك المعصور له الملك الشهير فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، الذي سوف تبقى نداء دعوته الصادقة المبينة ترن في أسماعنا وأسماع الأجيال اللاحقة، وهي تجيب بالمسلمين جميعا أن يتغلبوا على خلافاتهم وتيابن آرائهم، وأن يعرفوا جيدا من هو قتلهم الحقيقي، وأن يدركوا جيدا الروابط والمشادع التي جعلت المسلمين وحدة متماسكة قصرا واحدا كبنيان النصير، وأن يبذلوا كل ما في الوسم والطاقة حتى ينصروا لأنفسهم بإذن الله أمانهم وأهدافهم المشتركة. واستجاب المسلمون بدعوته رحمه الله
استحق كثيرا من الخير مما جعل عهده ومن بعده عهده حافلا بأطيب الذكريات عن عظمته السيادية المستقيمة للسنة والإخلاص للمسلم للسلام للإسلام والمسلمين. وقد كان الفيصل رحمه الله ثالث ثلاثة أنجبته من الموتى التي انطلقت من قلب الجزيرة العربية كلهم أثر أثرا عميقا في نهضة المسلمين بعد الظلام الشام التي ران عليهم خلال قرون الأخيرة. أولهم الشيخ محمد أبو بكر مجسم الإسلام الذي دعا إلى إحياء سنة الخلف الصالح من لقاء جوهر العقيدية عقيدية العقيدة الإسلامية وغمد الأجرام التي أصابت المسلمين في أعقابهم الأخيرة، ثم الذين ساروا على مهده من بعد أمثال السيد جمال بن الأنصاري والشيخ بن عبد والسيد أشيد رضوان ومحمد إقبال وغيرهم، وكانت النحلة الإسلامية التي أحيت روح الإسلام والمسلمين. وثاني الراعي خالد الذكر الملك عبد العزيز رحمه الله الذي دعا المسلمين في العالم إلى لم شعبه في مؤتمر للعالم الإسلامي سنة 1346 هجرية، وذلك بعد أن أوفيت الخلافة سنة 1344 هجرية، فاستدعى عبد العزيز للمسلمين أبادا بجمع كلمة ولم يشعر في هذا المؤتمر الذي انطلقت منه كافة المؤتمرات الإسلامية العالمية بعد ذلك، حتى عاد المسلمين في العالم كيانهم السياسي خاصة مدى الحرب العالمية الثانية. والثالث كلمة الشهيد فيصل الذي أحيا التضامن الإسلامي حتى أسس منظمة المؤتمر من قبل الإسلامية انطلاقا من عام 1989 ميلادي، حيث ضرب بها فكرة التضامن الإسلامي. هؤلاء الثلاثة الذين أنجبتهم المملكة خلال النهوض ومراحل انطلاق من عام الإسلام كانت لهم آثارهم فينا جميعا. نحن الذين تصدينا لخدمة الإسلام في قرورنا التي انطلقنا منها للعالم الإسلامي، وقد مضى من مضى ممرورا ونقي من نقيا وفينا إن شاء الله من المؤمنين بذلك الجامع صدقنا عهد الله عليه، فمنهم من صلى نحله ومنهم من ينتهي فما بسم كثيرا صدق الله عليه. وهنا مركز الشيخ بن عبد الصايد جلاله الملك خالد ولعهده الأمير الأمير خالد في مواصلة المسيرة والمجدد في الانتهاء. وفي ضوء ما ذكر نواجه الآن ما تحب علينا نواجهه مع الاستقلال الصارم. لم يكن هدفنا مجرد الاستقلال السياسي، ولكن رجعة صادقة إلى الله والعودة الحقيقية إلى الإسلام شكلا وموضوعا وسلوكا وانتجابا. ولن نطور أمام تلك التحديات فمثيروها يتخبطون في الظلمات، فلتكن تحدياتهم محفزة لنا لنقدم إلى مثيرها النور الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة نور الإسلام. فهلموا أهل الإخوة للعمل وقل اعملوا فسر الله عملكم من رسوله وليكن غائبنا قوله تعالى والذين جاهدوا فينا ولنهدينهم سبلنا وإلى الله لا مصير. فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لدن سموكم الكريم.